يسعى كرسي الشيخ علي بن سليمان الشهري لأبحاث وعلاج السمنة، والذي دشن عام 1431 بجامعة الملك سعود بالرياض لإعداد جيل من الباحثين العالميين في مجال السمنة، وجعل المملكة العربية السعودية متمثلة بجامعة الملك سعود مرجعية عالمية في أبحاث وعلاج السمنة عند الأطفال والشباب. أما رسالته فهي أن يكون كرسي أبحاث وعلاج السمنة عند الأطفال والشباب وسيلة لتعزيز البحث العلمي في هذا المجال وتدريب المهنيين وأفراد المجتمع للتعامل مع حالات السمنة في هذه الفئة العمرية، ومن ثم تحسين الخدمة الصحية من خلال الطب المبني على البراهين، إضافة إلى إعداد جيل من الباحثين والأطباء السعوديين على أعلى المستويات العالمية، وتعزيز القوانين والتشريعات والتي تساعد على الأنشطة البدنية والغذاء الصحي. الشيخ علي بن سليمان الشهري للسمنة بجامعة الملك سعود، يعني الجامعة شعرت بمسؤولية كبيرة تجاه مشكلة كبيرة في المجتمع العربي والعالمي اللي هي السمنة، فأنشأت الوحدة التعليمية اللي هي الكرسي من أجل إيجاد آلية للتعامل مع هذه المشكلة، وكان يعني من أهداف الرئيسية لإنشاء الكرسي 4 محاور رئيسية. الأول هو تقديم الخدمات العلاجية للمرضى المصابين بالسمنة وبالذات الشباب والأطفال منهم، بما نسميه المبني على البراهين أو الطب المبني على البراهين اللي هو Evidence Based Medicine. فكان هذا جانب مهم جدا ركزنا عليه في كرسي الشيخ علي بن سليمان الشهري للسمنة بجامعة الملك سعود. الهدف الثاني هو البحوث الطبية سواء كلينيكية أو بحوث أساسية، وهذا يعني له يعني جانب اهتمام كبير في الكرسي. العامل الثاني وهو تدريب العاملين على التعامل مع السمنة ومرضى السمنة والوعي والإدراك حولها، يعني الطبيب لما يكون في المركز الرعاية الصحية وكيف يتعامل مع مريض السمنة. للأسف ما زال عندنا يعني عدم تأهيل سواء في الأطباء أو في التمريض أو في العاملين في القطاع الصحي كيف يتعاملوا مع مريض السمنة تشخيصا وعلاجا واهتماما، فهذا عامل مهم جدا. ومن ضمن هذا اللي هو التدريب والتأهيل أيضا هو إعداد طلاب الدراسات العليا، وإحنا الحمد لله الكرسي الآن عنده 4 دراسات ماجستير أو رسائل ماجستير خاصة في هذا الجانب، وأيضا عنده دراستين دكتوراه بالتعاون محليا وخارجيا مع جامعات عالمية، فإذا التدريب والتأهيل. العامل الثالث أو الثاني هو اللي هو تغيير القوانين والاستراتيجيات ووضع القوانين والاستراتيجيات، وإحنا كان لنا دور كبير خلال الفترة الماضية في يعني سواء تزويد القطاعات المختلفة ومنها وزارة التخطيط ببعض الرؤية أو الرؤى الخاصة باستراتيجيات لمكافحة السمنة في المملكة العربية السعودية، وأيضا كان لنا مشاركة أيضا مع استراتيجية عربية ووضع الاستراتيجية العربية لمكافحة السمنة ونشرت أيضا. بعد كذا نأتي إلى اللي هو جانب آخر وهو الوعي نسميها العناية بالمجتمع وخدمة المجتمع. إحنا لنا يعني حملة وطنية خلال العام الماضي، قمنا بحملة وطنية كبيرة جدا على مستوى المملكة، وقبلها كان في أيضاً بعض الأنشطة اللي هي في المولات والمدارس، والآن مستمرة أيضا في المولات والمدارس وتوعية المجتمع في الإعلام وفي المدارس وفي المولات وفي المناطق المختلفة عن السمنة، أضرارها، مشاكلها، كيف التعامل معها، كل هذه الأمور، هذا هو بجانب خدمة المجتمع. هذه هي محاور الكرسي اللي احنا يعني مركزين عليها بشكل كبير، وإن شاء الله نحقق هذه الأهداف، حققنا جزء كبير منها وما زال عندنا الكثير إن شاء الله نحققه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكراسي البحث سواء في السمنة أو غيرها من السمنة لها عدة أهداف. الهدف الأول في النهاية يعود إلى مصلحة المريض وخدمة المجتمع. قد تكون الأهداف الواضحة للعيان اللي هي الأهداف البحثية البحتة أو الأهداف العلمية البحتة، لكن في النهاية هي الأهداف الرئيسية نتائج الأبحاث أن تعود بالخدمة للمرضى والمجتمع بشكل عام. هنا مثلا في كراسي أبحاث السمنة، الآن نحن في عيادة السمنة، جميع الأبحاث اللي تعمل والعمليات كلها تدمج مع بعض الهدف الوصول إلى نتائج تفيد المريض لإنقاص الوزن ولحياة أفضل. إحنا نعرف أنه السمنة هي المهدد الأول لصحة المجتمع، هي ممكن في عام 2015 تؤدي إلى وفاة 2.5 مليون شخص
أنا لما أقول هالرقم إنه أجيب لي أي إنسان في الشارع مش إنسان مسؤول أقول له يا أخي ممكن في حاجة بتسبب وفاة 2.5 مليون في سنة معينة، حيقعد شد شعره ويقول لي جيب لي حلول. إحنا نقول الآن يعني كوني أوصل المشكلة والاهتمام بالمشكلة للآخرين متخذ القرار هذا مهم جدا، كون نجد الحلول هذا يأخذ وقت طبعا. إحنا الآن نقول إنه نعم وآلية التعامل هي كما يلي: الوعي هو أهم شيء، الاعتراف بالمشكلة. إذا كان العاملين في القطاع الصحي نفسه أو القياديين في مناطق مختلفة سواء في البلديات في المدن، السمنة ليست مشكلة فرد، هي مشكلة بيئة، مشكلة مدينة، مشكلة مطاعم، مشكلة مدرسة، مشكلة بيت، مشكلة يسمونها من يعني مثلا ما عندي أماكن أمشي فيها، ما عندي رياضة، ما عندي للأطفال للطلاب ولا الطالبات، ما عندي مثلا مطاعم ما شاء الله فاتحة في كل مكان، حتى المدارس عندها مطعم سريع يطلبوا منه. إذا أنا وضعت القوانين لهذه الأشياء فأنا أحاول أغير في هذه الأشياء كلها، والتغيير يبدأ بالوعي والاعتراف بأن عندي مشكلة وخطيرة تهدد الصحة العالمية والصحة المحلية. فلما أنا أعرف أن عندي مشكلة كبيرة تهدد الصحة أوجد لها حلول، لما أنا أعرف أنه السمنة تسبب لي 47 مرض مثلا، لما نعرف أني ممكن أقلل السكر ب 70% مرض السكر، وأقلل الضغط بنسبة 70%، وأقلل مثلا أمراض السرطان بنسبة 40%، وأقلل أمراض القلب بنسب أخرى، لما أعرف هذا الواقع أعرف أنه والله أني لازم أشتغل على هالموضوع. إحنا ما وصلنا للأسف عندنا سواء في المملكة العربية السعودية أو في دول الخليج أو في العالم العربي بالاعتراف أن عندي مشكلة تهدد الصحة وتكون هي في أولويات اهتماماتي. لما تكون هي في أولويات اهتماماتي خلاص أنا وصلت إلى الهدف، إنه الناس عرفوا إنه في مشكلة ونشتغل عليها. كيف نشتغل عليها ونتغلب عليها؟ هذه يبغى لها مشوار طويل اللي هو وضع الاستراتيجيات، تنفيذ الاستراتيجيات، هذه الأشياء. وإحنا إن شاء الله هذا الطريق اللي بدأنا. طبعا الكراسي البحث سواء في السمنة أو غيرها من السمنة لها عدة أهداف. الهدف الأول في النهاية يعود إلى مصلحة المريض وخدمة المجتمع. قد تكون الأهداف الواضحة للعيان اللي هي الأهداف البحثية البحتة أو الأهداف العلمية البحتة، لكن في النهاية هي الأهداف الرئيسية نتائج الأبحاث أن تعود بالخدمة للمرضى وللمجتمع بشكل عام. هنا مثلا في كراسي أبحاث السمنة، الآن نحن في عيادة السمنة، جميع الأبحاث اللي تعمل والعمليات كلها تدمج مع بعض الهدف الوصول إلى نتائج تفيد المريض لإنقاص الوزن ولحياة أفضل. تم إنشاء كرسي الشيخ علي بن سليمان الشهري لأبحاث وعلاج السمنة لتحقيق العديد من الأهداف، من بينها تشكيل فريق مؤهل من الخبراء المحليين والعالميين من تخصصات مختلفة وإجراء الأبحاث اللازمة لمعرفة حجم المشكلة لدى الفئات العمرية المختلفة وكذلك الأسباب، واعتماد آلية وطنية علمية لمكافحة هذه المشكلة وعلاجها على عدة مستويات طبية واجتماعية، والعمل على إيجاد تشريعات تساعد على الوقاية من السمنة وعلاجها لدى الأطفال والشباب، بالإضافة إلى بحث تأثير جراحات السمنة على الأمراض المصاحبة مثل السكري والضغط وزيادة الكوليسترول وتغيير نظام الأيض الميتابوليزم وغيرها من الأمراض المتعددة، وتوفير التدخلات العلاجية للسمنة عند الأطفال والشباب من طبية وجراحية وغيرها، وأن تكون المملكة العربية السعودية ممثلة في جامعة الملك سعود مرجعا ليس إقليميا فحسب بل دوليا في أبحاث وعلاج السمنة لدى الأطفال ومن هم في سن البلوغ، وتوفير الاستشارات المحلية والإقليمية والعالمية في هذا المجال، وإيجاد أول تعاون من نوعه مع مراكز عالمية متقدمة لتبادل الخبرات والاستفادة من خبراتهم البحثية والعلاجية بهذا الشأن، وكذلك مشاركتهم في الكرسي. رؤية الكراسي بدأت من زاوية واحدة، إنه ليس المهم الدعم صحيح إنه يجي، لأنه يجي صحيح إنه الشيخ علي بن سليمان الشهري وأنا أشكره جدا لدعمه هذا الجانب واهتمامه بالجانب جانب السمنة لأنه مشكلة وطنية. فكونك تحط هذا المبلغ لخمسة مليون تحطها كتأسيس، الجامعة لم تعتمد فقط على الخمسة مليون، يمكن لو نظرنا أن تصرف على بعض الكراسي أكثر من خمسة مليون وأكثر، لكن هي وضعتها في زي ما تكون محفظة معينة كل الفلوس بتجي فيها. الآن الكراسي يمكن فيها 600 مليون أو 500 مليون خاص الكراسي وقف. فبالتالي بقدر ما تعطي أنت كمشرف على كرسي أو مسؤول عن كرسي من إنتاجية وخدمة مجتمع واستراتيجيات، بقدر ما تعطيك الجامعة، بقدر ما إذا عندك تأخير ونقص هنا أخي غيرك حياخذ السبق ويقدم للجامعة شيء الكثير. فإذا أنا في نظري لحد الآن صحيح أنه الآليات صعبة بالنسبة لنا، إنه والله لأن نظام السلف وإنك لازم ترفع مبالغ وهذه صحيح متعبة، ولكن في نهاية المطاف لا الحمد لله نحصل على الأشياء اللي نبغاها،
ولكن علينا مسؤولية إحنا المشرفين على الكراسي إنه لا نعتمد فقط على الجامعة، نوجد مصادر أخرى، وهذا اللي إحنا سويناه. يعني إحنا نفذنا حملة وطنية بخمسة مليون ريال سعودي غير الخمسة مليون حق الكرسي، خمسة مليون استطعنا نعمل. أنا وأنا أشجع الشركات المسؤولة اللي على شيء اسمه المسؤولية الاجتماعية. لما سألتك البنوك فين هي من المسؤولية الاجتماعية؟ لا توجد. لما سألك عن المؤسسات اللي ما شاء الله الستي سي ولا الموبايلي ولا غيرها ولا الشركات اللي يعني دخلها كبير جدا، فين هي من المسؤولية الاجتماعية؟ المسؤولية الاجتماعية لا يجب أن تكل عن مثلا 50 مليون أو شيء أكثر سنويا تجاه الوطن. الوطن هو لولا وجود هذا ووجودهم في الوطن ما حصلوا على هذه المداخيل الكبيرة جدا. إذن هناك مسؤولية اجتماعية. إحدى الشركات اللي دانون وأنا أشكرها جدا ساهمت معنا بخمسة مليون من دون أي هدف ثانوي، يعني ما لها صحيح هدفها وجود أنها تقوم بالخدمة الاجتماعية ولكن ما لها كسب مباشر من هذه الجانب، شاركت من إيجاد وجودها في المجتمع وخدمة المجتمع. ونفذنا حملة خلال عام كامل بخمسة مليون، طبعا فيها يعني خلال الـ MBC جروب أو مجموعة الـ MBC كان لنا تواجد كبير، كان لنا نشر أفلام توعوية للناس من خلال مجموعة الـ MBC أيضا عن السمنة، كان لنا أيضا مطبوعات وزعنا ما يقارب 200 ألف مطبوعة على الناس في أنحاء المملكة عن السمنة ومشاكلها وما إلى ذلك، وصلنا إلى مناطق مختلفة يعني سواء في الصحافة أو في الإعلام أو على الواقع إلى المولات والمدن الأخرى في الشمال في الجنوب. عملنا شراكة استراتيجية مع أرامكو في صيف أرامكو وفي كل الأنشطة اللي تقوم أرامكو. هذه هي يعني الأشياء. الدعم صحيح أنه عامل لكن في آليات للحصول على الدعم شكله. طبعا المريض السمنة بشكل خاص أو جميع المرضى بشكل عام، المريض لا يأتي المستشفى إلا بسبب معاناة، فالمريض يفضل أن يجد من يستقبله ويحترم المشاكل اللي عند المريض ويقدر المعاناة اللي من أجلها أتى المريض المستشفى. بعض المرضى يبذل جهد كبير جدا سواء جهد مادي أو جسدي للوصول إلى المستشفى، وللأسف قد يواجه بعض فريق الطاقم الطبي الذي لا يستطيع فهم وإدراك معاناة المريض. بلا شك المريض السمنة لديه عدة معاناة، معاناة كبيرة جدا، معاناة اجتماعية بالشكل الأول ومعاناة نفسية أيضا. فعلى سبيل المثال الطالب في المدرسة يعاني معاناة كبيرة جدا مع زملائه، قد يوصف بأوصاف لا تليق مما يسبب عدم استمراره في المدرسة، مشاكل نفسية في المنزل. فإذا وجد من يستقبله بكل احترام وتقدير وفهم المعاناة بلا شك أنه سيرتاح للعيادة وسيجري جميع الفحوصات المطلوبة وسيكون من ضمن الذين يستفادوا من العمليات والعلاجات. تعرضنا من العيادة عن طريق كلامنا الدكتور ما قصر وودانا الممرضة وسوى عيادة، والحمد لله بشرك سوينا العملية والأمور طيبة الحمد لله. كم كان وزنك؟ والله كان وزني 163. الآن؟ الحين سويت العملية اللي تقريبا أسبوعين والحين 152. كم الطبيعي المفروض تكون؟ الطبيعي أنقص من 100، 78-75 تقريبا. البرامج فيها طول العمر العيادة حقة السمنة والعيادة حقة التغذية والعيادة حقة الرياضة وعيادة الدكتور عادل قحطان. أولا أنا تعرفت على كرسي السمنة في جامعة الملك سعود بسبب برنامج تلفزيوني شفته عن طريق قناة MBC كلام نوام. كان في مقابلة مع الدكتور عادل قحطاني مجري عملية البنت فلسطينية أو أردنية، كان وزنها يبالغ تقريبا 120 وتغيرت طبعا حالها بفضل الملك عبدالله اللي تكفل مصاريفها الكرسي السمنة. وبنفس المقابلة قال الدكتور يعني أنا أنصح أي مريض يعاني من السمنة أو أحد أنه يقدم بياناته على الموقع الإلكتروني في موقع الجامعة. طبعا أنا سمعت هذا الشيء لكن الصراحة ما دخلت على النت ولا قدمت ولا، بس كنت جاية سبحان الله الموعد كشف عيون باخذ تقرير، وأنا جاية كانت غرفة الكرسي السمنة جنب عيادة العيون، فلا إله إلا الله هناك دخلنا وعطيناهم بياناتي وكذا ودلنا نتابع طبعا على ما ندخل عند الدكتور كذا. لما قبل أقول كان وزني تقريبا 130
بس الحمد لله الحين صار تقريبا 79، يعني نقصت 50 كيلو. فيما قدر باحثون ومختصون بالسمنة معدل السمنة وزيادة الوزن بين السعوديين ومن الجنسين بأكثر من 70%، في إشارة إلى ضرورة التوعية من خطر السمنة المحدق الذي يتطلب شحذ الهمم للسعي وراء إيجاد طرق لمحاربة هذا المرض وما يرتبط به من أمراض مصاحبة. يحتوي الكرسي على عدة برامج متعلقة بأسباب وأثار السمنة وفرط الوزن لدى الأطفال والشباب، ويقدم مجموعة واسعة من الخدمات في عدة محاور أساسية، منها أحدث أساليب العناية الصحية عبر عيادة جامعة الملك سعود للأطفال والشباب للعناية بالوزن، وهي عبارة عن عيادات خارجية توفر جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية بالإضافة إلى التوعية الصحية لمن لديهم وزن زائد أو سمنة. إضافة إلى برنامج جامعة الملك سعود لمكافحة السمنة لدى الأطفال والشباب، يقوم من خلال مجموعات تتكون من أفراد الأسرة لمكافحة والسيطرة على الوزن، وذلك بتثقيف المجتمع بكل الفعاليات الممكنة بدءا بالفرد فالأسرة فالمجتمع بأكمله. عندنا طبعا هيكلة الكرسي هي عدة أمور. الأول هو طبعا المشرف على الكرسي وأستاذ الكرسي. أستاذ الكرسي هو من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والمشرف على الكرسي اللي هو أنا، وهناك فريق استشاري، فريق استشاري دولي وفريق استشاري محلي. الاستشاري الدولي من عدة جامعات، وأيضا الاستشاري المحلي من أماكن مختلفة من المملكة، جامعات ومراكز مهمة ذات علاقة بالسمنة في أنحاء المملكة. وهذا بالنسبة للعمل الرئيسي العلمي اللي هو وضع الخطط والتنظيم وما إلى ذلك. نأتي الفريق الإداري داخل الكرسي، هناك ينقسم إلى جزئين، قسم بحثي وقسم كلينيكي وإداري. الكلينيكي هو اللي يتعامل مع المشكلة كأخصائيين تغذية، أخصائيين رياضة. يعني إحنا الحمد لله نوفر في جامعة الملك سعود أول عيادة متخصصة متعددة تخصصات تعنى بالسمنة للشباب والأطفال في الشرق الأوسط. يعني لا يوجد عيادة، ونحن ننافس عالميا الحمد لله على هذا المستوى، ونقدم خدمات متميزة على مستوى العالم، ومش مجاملة بس هذه حقيقة في العناية بمرضى السمنة من الأطفال والشباب. ويعني لنا يعني الحمد لله يعني نجاحات جيدة على مستوى الكرسي في هذا الجانب، وتقديم الخدمة العلاجية لمرضى كانوا مهددين بالوفاة انتقلوا بقدرة الله سبحانه وتعالى بتقديم الخدمة العلاجية والجراحات السمنة لهم إلى مرضى عائشين ويمشون ويعيشون حياتهم طبيعية. فهذا جانب مهم، وطبعا لا شك لولا وجود الفريق أخصائي التغذية والرياضة والنشاط البدني والسلوك وما إلى ذلك لما تحقق هالشيء. الجانب الآخر هو الجانب البحثي، وهناك عاملين في الكرسي في الجانب البحثي متخصصين سواء في المختبرات أو في الأبحاث وما إلى ذلك، وهذا الفريق الآخر اللي يعمل مع الكرسي. نعم. طبعا الكراسي مثل ما قلنا في البداية أن لها هدف كبير جدا تجاه المريض والمجتمع، أيضا تهدف إلى الارتقاء بمستوى الجامعة من خلال ما ذكرت الاشتراك مع الجامعات الخارجية والجامعات المتميزة في ذات المجال، فهي تهدف إلى الرقي بالأفراد الكرسي البحثي وبالتالي إلى العملية التعليمية سواء من طلاب الطب إلى المتدربين إلى مستوى الجامعة. فبالتعاون ما بين الجامعات وخدمة الكراسي البحثية الفوائد عديدة جدا جدا مثل ما ذكرنا، من المريض إلى المجتمع إلى الجامعة إلى المتدربين في الجامعة. أنا أشكر الدكتور عايض القحطاني شكر مرة جزيل، ومرة يعني له فضل كبير الصراحة يعني على كرسي السمنة وعلى الناس وعلى كل إنسان يعاني من السمنة، وإنه يسوي له العملية هذه اللي تساعده على نزول وزنه. لأن الصراحة يعني صعب إنه الواحد يوصل المية وفوق وأعداد هائلة وكذا إنه ينزل عن طريق رجيم أو رياضة أو هذا كله ما رح يساعده، يعني بيسويه شهر شهرين ثلاثة بس ما رح يكمل أكثر من كذا. وفي إطار برنامج خدمة المجتمع، يقوم الكرسي بالتنسيق مع صحة المدرسية للبنين والبنات في وزارة التربية والتعليم لإجراء دراسات ميدانية للإطلاع على حجم المشكلة بشكل دقيق والعوامل المساعدة لتفشيها في المجتمع، ومن ثم وضع استراتيجية علاجية ووقائية، وذلك من خلال التنسيق والتدخل بحملات التوعية في المدارس وإدخال بعض التعديلات على المناهج المدرسية في مختلف المراحل العمرية بهدف الاهتمام بالمادة الصحية المهملة فيها، إضافة إلى توفير الخدمات العلاجية من طبية وجراحية المبنية على البراهين لكل الأطفال والشباب الذين يعانون من السمنة.
هذا من خلال فريق طبي وأخصائي متكامل، أطباء أطفال وغدد صماء وجراحين، أخصائي تغذية ونفسية ولياقة بدنية على أعلى المستويات. يجب أن نعرف أن الأبحاث تأخذ وقت ومراحل. المرحلة الأولى هي أنك تجمع معلومات وتكون قاعدة بيانات. إحنا الآن الحمد لله كونا قاعدة بيانات ممتازة جداً وجمع عينات بشكل كبير جداً. لا توجد هذه العينات، أنا اجتمعت مع كثير من الباحثين في العالم، يعني سواء مؤتمرات وندوات أو لقاءات خاصة، ويعني كل ما أذكر هذا الأشياء الموجودة يذهلون من الأشياء الموجودة الآن، ولكن بعد هذا محتاجين إلى التنفيذ. طبعاً إحنا نشرنا بعض الأبحاث الحمد لله لحد الآن، لكن أنا اللي حيجي حيكون بشكل كبير لا يقارن، وحيكون له سبق عالمي، لأنه إحنا نبحث عن التميز. والتميز صحيح ممكن أنشر ورقة ورقتين ثلاث أربع، بس لما تجد في النهاية ما أضافت شيء للمجال العلمي. أنا يهمني اللي يضاف للمجال العلمي شيء متميز ذات قيمة، يعني سبقية ولو سبق في أنه حقق هذا الشيء، وتجد أنه وهذا يؤدي إلى أنه يؤخذ كمرجع اللي هو السايتينج، أو أنه يؤخذ كمراجع عالمية. لما تنشر شيء مميز هتجد أنه مباشرة أخذ في المباحث كمراجع مهمة جدا. فإحنا الآن عندنا عدة يمكن حوالي 15 بحث رئيسي الآن ماشي، ولهم حيكون لهم تميز وأولوية. ليش؟ لأنهم يناقشون مشاكل بحثية أو ما سوي السؤال البحثي أو الريسيرش كويشن اللي لم يطرق أو تطرق له في الأبحاث العالمية. فإحنا الحمد لله نشرنا أبحاث، وما زال هناك أبحاث كثيرة بناء على قاعدة المعلومات التي تأسست وبناء على العينات التي تم جمعها، ستؤدي إلى نتائج كبيرة جدا إن شاء الله في المستقبل. أنا أتوقع إن شاء الله إحنا الأوريدي 100% ناقص الخطر بدأ والوعي بدأ، بمعنى أنه بدأنا نلاحظ تغييرات كثيرة سواء داخل الجامعة. أنا سعيد جداً أجد كل يوم أنه في ناس بيسوون مثلاً رياضة، بيسوون نشاط بدني، مسابقة، بيسوون، هذا دليل أنه الناس بدأ الوعي عندهم أكثر. وإحنا مثلاً في أكثر مكان وزعنا بروشورات وتوعية وتثقيف محاضرات داخل الجامعة، فهذا شيء. أيضاً في المجتمع تجد فيه اهتمام كبير بدأ ينتشر في كثير من المؤسسات، وهذا جميل جدا. حتى على مستوى الجامعات مثلا أو المؤسسات النسائية بدأوا يسوون ماراثونات وأنشطة، وهذا دليل رائع جدا أنك تجد أنه الصحة صارت أهم والسمنة صارت أهم. أنا دائما أقول للمرضى إذا أنت رحت للسوبر ماركت وشيء وبدأت تفكر هذا صحي وغير صحي، هذا اعتبرنا نجحنا. إذا أنت جبت على الطاولة تقول هذا صحي غير صحي، نجحنا. الوعي، الاهتمام بالموضوع هو أول شيء خطوة في تحقيق الهدف إن شاء الله. فهذا موجود وناقص الخطر بدأ، وإن شاء الله نصل إلى تحقيق الهدف. والله يعطوني التحاليل في البداية قبل ما أسوي العملية، يعطوني أوراق تحاليل والأشعة وما الأشعة، والحمد لله سويناها وكل شيء طبيعي والحمد لله. وعقب ما أسوي العملية متابعة بعد العملية. والله المعاناة الجسم الثقيل شوي، السمنة زايدة تتعبني بعض الأحيان، والحمد لله دايم باستمرار. بس الحمد لله عقب ما سوينا العملية الحمد لله حسينا براحة وخف وزن والحمد لله. وش تقول للدكتور عايد؟ الله يعطيه العافية، شكرا لله لك. تقول لأمراض السمنة اللي مريضين بالسمنة؟ أنصحهم يسوون عملية. أولا هو خطوة ممتازة جدا أن نجد اهتمام مخصص من وزارة التعليم العالي للكراسي في الجامعات لسبب. السبب الأول أنه فلسفة الكرسي غير مفهومة للمجتمع، فجميل جدا نوصل له إيش معنى كرسي. يعني كرسي إيش؟ وما هو كرسي أنا أقعد عليه، كرسي أنا أشتغل عليه، في علم، في وحدة، في هذا جانب. الجانب الثاني أنه في خدمات كثيرة تقدم من خلال كراسي البحث في المملكة العربية السعودية في كل الجامعات لا يعرفها المواطن ولا يعرفها، فقد يستفيد منها. صحيح انها دائما كمواطنين نقعد، انا دائما اقول للناس اللي جالسين في بيوتهم بيطالعونا، طيب انا استفيد من كلامكم هذا ايش؟ ابحاثكم سووا زي ما انا، بيهمني النتيجه. فاكيد هناك جوانب، زي احنا مثلا عندنا الرعايه الصحيه كيف اقدمها للمريض، انه كيف انا اصل الى هذه العياده. فممكن احنا نقول له يا اخي انت عندك نموذج تعبيه على الانترنت وعندك تليفون تواصل عليه وتصل للعياده والله حيك. فهناك اكيد كراسي اخرى بتقدم نفس الاليه نوصلها للناس. ثم طبعا لا شك العامل الرئيسي انه حيشوفون الابحاث اللي تقام في وطنهم واهتمامهم فيها. انا انصح كل مريض بالسمنه انه يتوجه للعياده عند الدكتور عايض القحطاني، اسرع يعني وقت انه يلقاه قدامه انه يجي، لأن الصراحة يعني السمنة هذا شيء خطير ومؤثر على جسم الإنسان، ويسمونه يعني الموت الصامت
اللي يقتل الإنسان. وأنا أنصح كل إنسان يجي الصراحة ويعملها عند الدكتور. وأشكر الدكتور هذا قطاني شكر جزيل جدا 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 إنه يعني ساعدني ووقف يعني مواعيدي وتحاليل وأشعة. مرة الصراحة يعني شكر خاص. جدير بالذكر تمكن الكرسي من إنجاز العديد من الأنشطة، ففي مجال الكتب تم تأليف فصل عن جراحة السمنة من كتاب السمنة عند الأطفال والشباب، والذي يصدره الناشر الدولي المعروف. هذا الكتاب يشمل مؤلفين من الولايات المتحدة وأوروبا،